أفاد مراسل الحدث بنزوح عشرات الأسر من قرى ومخيمات النزوح المحيطة بمدينة الفاشرة السودانية، وذلك جراء المعارك العنيفة المستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع قرب عدد من المواقع شرقي المدينة التي تعد عاصمة لإقليم دارفور الواقع غربي السودان. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن تصديها لمحاولة تسلل لقوات الدعم السريع إلى مواقع تمركزاتها في المدينة. كله دعم سريع. المصنع جاي الحين نمشي وين؟ يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، إذ أكدت منظمة اليونيسف أنه بعد مرور 300 يوم على الحرب في البلاد تفاقمت أزمة الجوع وتقلصت المساعدات الإنسانية في البلاد، فبات الأطفال من غير لقمة عيش أو مأوى يحتويهم. نتابع المزيد في هذا التقرير. أطفال السودان ينشدون للمستقبل ويحاولون الهروب من أهوال حرب لم تتوقف منذ 10 أشهر، حرب دفعت البلاد إلى أكبر أزمة نزوح للأطفال. بلد حرم أطفاله من التعليم ودفعوا دفعاً للبحث عن ملاذات آمنة. تدق منظمات أممية ناقوس الخطر، نزوح الأطفال في السودان هو الأكبر في العالم. حدثت في السودان أكبر عملية نزوح للأطفال في العالم، حيث تم تهجير 4 ملايين طفل، وهذا يعني أن ما يزيد عن 13,000 طفل نزحوا كل يوم خلال 300 يوم الماضية. ليس ذلك فحسب، بل إن معدلات أزمة الجوع بينهم تتفاقم، فعائلاتهم بلا أي مصادر للدخل ولا حتى مساعدات تكفيهم، فباتوا فرائس للمجاعة، ومن نجا منهم فهو معرض لأخطار أخرى. العواقب التي خلفتها الأيام 300 الماضية تعني أن أكثر من 700,000 طفل من المرجح أن يعانوا من أخطر أشكال سوء التغذية هذا العام. علي القول أن اليونيسف لن تتمكن من علاج أكثر من 300 من أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليهم بدون دعم إضافي. تعددت الأسباب، وموت الأطفال في السودان واحد. الأمم المتحدة سجلت زيادة بنسبة تصل إلى 500% في حالات القتل والعنف الجنسي ضد الأطفال والتجنيد القسري لهم مقارنة بالعام الماضي وفقاً لليونيسف. وسط مناشدات بضرورة وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها الأطفال للبقاء على قيد الحياة في بلد فتي، لا سيما وأن نصف سكانه من الأطفال، فصفوف انتظار الأطفال في السودان مهما طالت يحتاجون إلى مأوى ولقمة عيش تسندهم. وكل تلك المعاناة لم ييأس أطفال السودان من رسم ابتسامة بالألوان على بصيص أمل أن يشابه مستقبلهم ما رسموه على الورق.